بسم الله الرحمن الرحيم. مدن وزير وزير كوحيين وزير دولها وزارة جديدك وزير كوحيينك قولها وزير هذا لبدا قولي أقل كسري قولها شعبك وهلك نرجوك مانتا يمرت شرفتك لي كل يوم واحد كل سلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها شرف وين إنو وضع مانت إن المرخاتك النهي مرخاتك وضع النهي ما لين تان تاريخي هو أن دب ونصور إجني ما ممكن يقعن كوهين تا هودين وها أرين تاسي رنتي كما إيمانين سيد وزير كشيء واحد سكن نصيبة وهي كتمد شقة بدن جهد بدن ولا قليل وها ما حد يسكله إلهي ما حد يسكله إلهي كسكونة وها وهو الرجال ما حد أصلا سيرنا يكرد كذا وزير ك إيو وزير كحيان وزير كحيان كي وزير دولها إيو معريها معريها دولستا إيو جود أهان هو ذي نذا وزير ده وحن كلو أنو جنب مهد علنا هي أدى أيكاوا أو هنتي لا شقي سي وزارة لا شقي سي مدة ديرنا سوما مولاي هو ذينا هي سيدة واحد في ذين ويوش قيان إن أي نقطه هي أدى أي نقطه هي أد قلق كذا هي توبر كذا هي شقالة هذا سيد الربيع وهيسا هذا نهونتي وينك أركا نتك جلاش يتعين وأدت كل لواتني تقولي سنقدم بس سوما مولاي حوذين سوما مولاي أو كم مولاي نيروبي هذا نقصو رجعي مقال ما دحدي سومالي مقدشو هايستنا قلب كل لوجو ترى جلي أو بيل ما كعس مستن قلب كي نيروبي لوجهي أو لوجه جاي حوذين هنتي ما كان بده جلي أو أنفيري وحياة عداتي إن أن أودي أرسلنا هاي كليها أقوان أهان ما هي حتى قلب أهان إن كهر إنه ودما بدن أو أفريكان وحي تن قيب كتا هاي دادالك أي دولة دان أي ودي سقال كي بلودي ودن بيسي أو هنتي أن قليني جهدي وين يشاق بدن يا وقت بدن أن قليني سيدي أن أمدى صوماليات أن مسموكة كنهي أن وادي لهي حاوشان أدركي إسان مانتا وحي كتمت ودا شقين وحي كتمت خلاف لآن وأن كإلى لني الدولة دا نحدي هذا وحي أكتهين هدي مر خلاف يمادو ويسقب قبس ويمادو وح الله وحي هوري لو وذي أما وح الله وحي هوري وسعدي إلي جوكسان أيان تاس وحي كانت مرك وح اللي يراه كنتنوتي إن هاوشي هوري لو وذي أن سيحو جنوه ماشي هذه أن كونه حدنا ما أنت كل جن المخاطك النهي ما أنت تاريخي جاء هو أن لين نهي هو ذي إن ما أنت قعدت إن كنت أن أنا كنترولنا ترى وبلاو أو أه إلى الحوج إنه قرن ما ذي إن إلى الحوج إنه وحن وجوه يقدون إن شاء الله أو أن قعدنا وجرين أو حقيقة إلى سوء عيش إنه كنترول بدنا مدد كوبان دحديدا نان سو عيشنو او ايسن جيري دونين عيد كوسو حد غدبتا او مخان كورا خيرات كينا مالين يا هبن غورتا ان ايسن جيرين ان ايسن جيري دونين عيد استراحه ميشان لما جوجو اي واحد كو سبتان قشنكا يدا نفتيغيدا وحان رجينا هدو اي با يراهدو يدانا مدد كوبان مدد ير دحديدا ان ان غعتين كوسو علينو او نينكي كو حد غدب بدينا عن شرعي أدونك عن مرسين دون إن شاء الله دولا إيران وحا إيادة نفتك إيادة عن كو هولا نحي إن عن إيادة نفتك إيادة عن سوعي لنو كنترولك إلالينتا حدودهن بعدما عن نحي دولة قرنة داد قرنة وحاوي إن عن كنترولنا بدينا إن عن كنترولنا حوذينا إن عن كنترولنا حدودهن وواجباتك يأستامها لغو يقانا قرن تاسنا
ووحيابها وجوه الرياء وأن كشقين إنه أه إن سوء إنه أمنية إن سوء إنه وأن أمنية كشقين إنه تحسنا وحى مرخاتيوه إلا حد صياتي بلد قدام بيسي إن حوق ساري إن سيدان سوء أبابون لهين سيدان توبرو سين لهين سيدان قلب كوكين صن لهين يوحي أقبها اللوبة هي هي إن حوق إنه أمنية إنه سيدي أن حوق وصار لهين مقالة مقدوش إنه نقطة مقالة أمانة تحسنا رمتي وحوية ووحى أوران كرم مدير جوده يدا نفتي جدا إن في الجار دون جوله قلوين كان نبديت كه مركلة هل كان وحنا جوب باقيا سوماليا وادا قاضي سوماليا ويس قطع استاجي ميسو إذا كي حوجها إذا كي قلب كسيدي وديار سيني هاي مالن مالن تقدم بيسنا وسيح حوجي سنا يان وحنا دي شيء جنا إن تكب حدان وحا اد كجرتان او اه انات حسوقدان امدينه يا شعبنا ان كتنا سوشال او اد ديب اوو سو نوقتان امدينه او اد قيب اوو نوقتان هورمارك يا دسمها دلكينا انا وحان بلان قادينا سيدي ان 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 كو عديناي او اد مخاتي لغا يحي عيدي نوتيمادا او نوتيمادا او او سو ديبتا ان ان سينو وحا لا وحي باهي دغناشو هي شرف هي حرمه een cidi soo dhibta oo hadda mar labaad lagu baaqayo maxay yeelay waxaan ognahay ciidankeenu inuu hadda u diyaarsan yahay shacabkeenu u diyaarsan yihiin inay dib u soo cishadaan qarnimadooda inay dib u soo cishadaan dalkooda iyo dadkooda waxaan ugu baaqayaa mar kale qolooyinkan shabaabka ah inay ka soo noqdaan waa la mar xagaabiye waa dhalinyaradeenu weeye waxba ha ka walwalna waxaan idiin sheegaynaa inay dib ugu soo noqotaan ummadiina taasoo aad ku helaysaan nolol iyo karaamo iyo xushmo waxa kale oo iyada naftigeeda noo haray oo diiradda noo saaran inaan adkeeno dimuqraadiyadda oo ay kow ka tahay inaan dhammaystirno dastuurka inaan dhammaystirno dalkeenna waxa keliya maanta uu ku ammaanan yahay waxay tahay inaan nahay dal dimuqraadi ah waa inaan xoojino marka bacdama aan soo aragnay qaab kasta oo doorasho lagu yimaado qaab kasta oo dal lagu xukumaan soo aragnay inaan xoojino dimuqraadiyad aan ixtiraamno sharciga taasna waxa weeye inaan dhammaystirno dastuurkeenna taasoo aan u yegleelno ama aan u diyaarino 2020 in la galo doorasho xor ah iyo qof iyo codkiisa ah waxaana aaminsanahay inaan gaari karno maxaa yeelay waxaan ka shaqeynaynaa oo aan ka cibro qaadanay wax alla wixii hore nooga halaabay saas darteed dib ugu noqon mayno wixii naga halaabay waxay noo tahay cashar oo aan wax ka baranay taasna waxa weeye waa waxyaabaha aan oran karno inaan ummaddeenna aan u horseedno arrinta kaloo muhiimka ah waxay tahay oo aan rabo inaan kusoo gabagabeeyo dhaqan siyaasadeedkii hore u jiray inaan bedelno oo kulligeen aan u diyaar garowno inaan bedelno dhaqan siyaasadeedkii hore u jiray oo aan kow iri wax alla wixii khilaafaad ah oo dowladda dhexdeeda ah in la joojiyo dowladda dhexdeeda ka hadlaya dowladda dhexdeeda waxa weeye waxaan ognahay sanad walbaba waxaa jiri jiray runtii wax dalka dib u dhiga yaa jiri jiray dowladda dhexdeeda waxaan ka ilaalinay oo anigu aan ugu horeeyo iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa innaba hayaaratay wax isqabqabsi ah taasna waa bedelnay ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inaan wax ka baranay wixii hore u dhacay oo dhibaatada noo keenay dhaqan siyaasadeedkii hore u jiray oo aan doonayna wax ka bedelna waxay tahay in qofka mas-uulka ah inuu matalayo qaran uu matalayo inuus matalayna qabiil mar walbana ku celiyaa qofka mas-uulka ah meesha ugu hooseysa ilaa meesha ugu sarreysa wuxuu matalayaa qaran haddii uusan qaran matalayn waa inuu hadda hawshaas halkan inuu iska raadsado weyn taasna xafiiskeega ka bilaabatay xafiiskeega waxaan muujiyey inuu yahay xafiis qaran inuu yahay oo dhaqamadii hore lagu yaqaanay inaba hayaaratee aan lagu dhaqmin oo aan joojinay golaha wasiirada iyaga saasoo kala laga rabaa inaan la oran xafiiskan waxaa iska leh reer hebel uu yahay xafiis soomaaliyeed oo soomaali danaheeda loogu adeego dadka waa inaan barno haddaad tahay mas-uul haddaad tahay wasiir haddaad tahay maareeye
waxaad u shaqaysaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan. Tan saddexaad waxay tahay howlaha musuqmaasuqa oo runtii dowladdeennii dib u dhac weyn ku sameeyey oo noo ah caado, taasna waxaad hadda aad markhaati ka tihiin hay-adda maxaa ku dhahdaa dhaqaalaha ee adduunka ee IMF inay qirtay habka aan ku socono oo maaraynta maaliyaddeenna inay saxsan tahay oo aysan jirin wax musuqmaasuqa, aysan jirin. Waa dhaqan cusub oo iyadana loo baahan yahay inaan ku soo dabaalno dowladnimadeenna, maxaa yeelay waxaan ognahay haddii aan xoojinno musuqmaasuqa inaynu dowlad noqon karin. Maxaa yeelay qof walba meesha uu joogo yuu ka goosanaya wixiis. Dowladnimadana waxa weeye waxa laisu geggeeyey. dadka la gudoonsiinaya shahaadooyinka waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo si voluntary ah uga shaqeysa wasaaradda ula shaqeysa iyo hay-adda duulista saadaasha hawada soo raqan qaabisay halkan iyaga oo badidood aanan mishaar qaadanin oon shaqaale ahayn habeen iyo maalinna nala soo jooda u helan sidii hawada Soomaaliya dib loogu soo celin lahaa. Waana mahadsan yihiin. Shahaadada ugu horeysa waa Marwo Nawaal Cali Xasan. inaan ku soo koobo qaybtii dhalinyaradii sida xoogan wasiirka iyo wasaaraddaasba ula soo shaqeeyey. Barnaamijkana intaas ayaan jeclaa inaan ku soo koobno. Madaxweynaha ayaa baxaya iyo wasiirka dhammaan marti sharaftana waxaan leenahay aad baad u maasintiin sida waqtigiina aad ugu horteen in munaasabadan aad kala qayb gashaan.
wasaaradda duulista hawada ee Soomaaliya. Dadka ma kici karaan oo yidhi ilaa madaxweynaha uu baxo waxaa laga cabsanayaa. Waa ma maqle hadda? Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa khudbadiisa dhameeyay, waxaana uu shahaadooyin guddoonsiiyey qaar ka mid ah shaqaalaha waaxda saadaasha iyo duulista hawada. Waayahay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa haatan waxa uu markaasi salaan sharaf ka qaadan doonaa cutubyo ka tirsan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliya, iyadoo lagu sii sagoodin doono madaxweynaha halkan. Sidaa daawanaysaan, madaxweynuhu waxa uu markaa u diyaar garoobayaa in uu salaan sharaf ka qaato cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka. Waayahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa sidaa lagu sagootiyey, iyadoo xafladii quruxda badneed ee lagu daahfurayey qalabka iyo xafiisyada maamulka hawada Soomaaliya lasoo magacaasi rasmiga loo daahfuray lana soo gabagabeeyey xafladdaasi. Soomaaliya waa wixii haatan ka dambeeya maamulka hawadeeda, waxaa markaa ay laga maamuli doonaa magaalada Muqdisho, caasimada dalka. Kaldiyaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudla meel walba oo dunida ka joogtaan ood nagala socotaana, xafladdii ayaa intaa dabcan ku idil. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ka qaybgalayay xafladdan oo si rasmiya u daahfuray qalabka lagu daahfurayo maamulka hawada ama lagu kontroolayo hawada.